للالتحاق بالتصفية النهائية، وجاءت هذه المبادرة من أجل زرع روح الهوية الوطنية في وسط الشباب الشغوف بالأنشودة الوطنية. الاحتفال بالذكرى 55 لعيدي الاستقلال والشباب، تنظم الكشافة الإسلامية الجزائرية محافظة ولاية وهران تحت إشراف القيادة العامة المهرجان الجهوي للأنشودة الوطنية، اللي هو محطة تتنافس فيها 7 ولايات من الجهة الغربية على أحسن فرقة إنشادية في مجال النشيد الوطني، وهي فرصة طيبة لتقييم مدى الجهد الكبير التربوي الذي تنظمه الكشافة الإسلامية الجزائرية في غرس القيم الوطنية.